سعيد عايز يرشح نفسه في الانتخابات عن دايرة امبابة وجاي هنا عشان ياخد أصوات أهل الجزيرة. بس راجل زي ده يرشح نفسه في دايرة فقيرة زي امبابة والوراق؟ أيوة، ما هو اللي زي ده ما يقدرش يرشح نفسه في دوائر غنية، لأنه لو رشح نفسه هناك في حيتان كبار ممكن ينافسوه. فيقوم يرشح نفسه في دايرة زي دي ويرش على الناس شوية فلوس ويكسب وياخد الحصانة. طب مش ممكن يا خالي يكون الراجل ده جاي عشان يعمل مشاريع هنا في الجزيرة نستفيد كلنا؟ والله يا ريت يا خالي. مشاريع ايه اللي هيعملها في الجزيرة بس يا بينا؟ ما افتكرش يا أخي، احنا هنوجع دماغنا ليه؟ كله هيبان بكرة. قول لي بس الأول، أخبار المسكن معاك ايه؟ ربنا يخليك يا خالي، ما عندكش فكرة قد ايه مفعوله زي الفل. تحت ايدك على طول، بس انت اللي ناسيه. عندك حق والله يا خالي، ساعات الواحد بينسى ان لولا المسكن ما يعرفش ينسى الالم ولا يتعالج، ويتعالج صح كمان. الله ينور يا هيبه، الله ينور. شايلة مني قوي. وهشيل منك ليه؟ انا بس ورايا حاجة عايزة اركز فيه، اصل من هنا ورايح مش هركز غير في اللي ورايا بس. خلاص بقى يا امه، ما يبقاش قلبك اسود. انت هتلبخ تاني والمصحف اقطعك وايدي ما تتمدلك بكوباية شاي في البيت. اخص عليك يا امه، بقى هو ده اللي انا مستنيه منك، الاكل والشاي؟ طب اعمل ايه بقى من غير رضاك عليا ودعواتك ليا؟ ايه لازمه الدنيا من غير دول؟ يا سلام، وكان فين ده كله لما فتحت حسك عليا قد كده؟ والله انا كمان ما كنتش مبسوط من نفسي، استغفرت ربنا اللي عملت كده، بس سامحيني يا اما انا كنت مخنوق قوي. مخنوق على نفسك مش عليا يا رحوم. طبعا. وانت ايه اللي خانقك بقى ومعكرك قوي كده؟ ايه اللي مضايقك؟ حته البت الواطيه دي؟ يعني يا اما في كام حاجه حصلت كده اليومين اللي فاتوا، مش مستني منى تيجي تكمل عليا. انت رحت فين كل ده؟ عديت على خير. واحنا صدقنا العيش الحاضر. ربنا يكرمك. خلاص تمام. دعيت لي بقى حج ولا لا؟ انا اقدر انساك يا امه. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. قلبي وربي راضيين عليك اليوم الدين يا هيم. خد بوس ايدي بقى عشان اتنفخ كده واقول خلفت رجاله بيبوسوا ايدي. يا انت كريم يا رب، يقطع من هنا ويوصل من هنا. ده انت ابوك شنيرني بهدلني يا هيما، كنت هنام دمعتش على خدي منه. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ كنت عامله خطه عشان فايزه وعيالها ياخدوا بعضهم كده ويروحوا على بيتهم بالسلام. ها. انت عارف ابوك ملوش في السياسه، فشل الخطه. يا واد انت يا سياسي يا جامد. بس انا بقى ياما واخد على خاطري منك قوي. بقى انت ظنك فيا ان انا كل اللي عايزه منك الاكل والشرب وبس. الله يسامحك يا امه، الله يسامحك. معلش بقى، يلا وزت الشيطان وراحت لحالها. ماشي، ربنا يخليك ليا يا امه. قولي لي بقى طبخنا ايه النهارده عشان جعان قوي. يلا يا تسخره. شفتي رجعت تظن فيا ليه؟
لقيتها ماشية مشيت وراها، لقيتها ماشية مشيت وراها، وقلت لازم أعيش معاها وهتجوز هتجوز هتجوز يا فايزة هتجوز يا فايزة هتجوز. يا نهار اسود، لا تكون فايزة جت ونهال تحت. مين؟ تعالي انت اتجننتي، انا مش قلت لك في الطريق بعيد عن البيت؟ ايه اللي طلعك؟ عايزة تودينا بداية؟ ما قدرتش امسك نفسي، عايزة اشوف البيت اللي انت بتبعد عني فيه شكله ايه؟ وديكي شفتيه اهو، يلا قبل ما نروح بداية. بيتنا. مش ممكن دماغ النسوان يا ستي. يلا بينا، هو انا لو حابب البيت ده كنت اتجوزتك من اصله، وانا اللي بقول عليك عقله وراسي يا نهال. يلا حبيبتي يلا قبل ما حد يطب علينا والدنيا كلها تبوظ. ياه، للدرجه دي بتخاف منها؟ هي مين دي اللي خاف منها؟ احب افتح لك الباب ونقص انا وانت بالكلام. طب ليه لحد بيتك دي؟ ونقضي بقى الشهر الجاي في الاقسام والمحاكم والجامعات، ولا ندري على شمعتنا عشان تيجي تاني. بس المعديه تكمل 10 انفار وبعدين نطلع. مفيش حاجه غير المعديه؟ في اللانش اللي هناك دوت، بس غالي شويه. كام يعني؟ 10 جنيه. ماشي؟ بس كده؟ انا هديك 20 جنيه، بس تحكي لي تاريخ المكان ده وبقالك قد ايه فيه، ماشي؟ بس كده يا ست الكل، لو عايزاني احكي لك تاريخ عيلتي كله احكيهولك عينيا. اتفضلي يا ست الكل. يا مرحب. ديت هتلاقي كل الشباب الوراق وهم يدلوك على اللي انت عايزاه. طب انت بتمشي من هنا امتى؟ انا ما بمشيش، انا هنا رايح جاي على طول ومستنيك. الله، وانا شايف عروس النيل ولا الدماغ عاليه؟ لا الدماغ عاليه، لان انا شايفها انا كمان. ايه جاي علينا يا بيوم؟ الله، من زمان كان نفسي اقابلها. هي مين دي؟ عروس النيل، مدام لبنى عبد العزيز. مساء الخير. مساء النور. اقمري. انا بسال على شاب هنا من جزيره الوراق، مش دي برضو جزيره الوراق؟ ايوه يا فندم، وكل شبابها تحت امر، انا اعرفهم اتنين اتنين. كويس، انا بسال على ابراهيم زين الدين. دي طلعت عايزه هيمه، ده حبيبي وصاحبي، ونسيب الرزل اللي لابس احمر ده. بجد؟ طب الاقيه فين؟ هو انت عايزاه ليه يا ست لبنى؟ يعني موضوع شخصي. شخصي؟ هو انت خواجايه من اللي بيشتغل معاهم؟ حاجه زي كده. سيبك منه ده رغاي، انا هدلك على بيت هيما. يو سبيك عربيك؟ اي سبيك انجلش، اي جو تو سكول باي باص. وايه اللي بيحصل للوراق يا جدعان؟ ناس ببدل بتعلق اعلانات ونسوان خواجيات بيطلعوا من البحر، وفي ايه يا جدعان؟ شكل البت دي جايه تخطف هيما من اختها، انت مش شايفها بتتقصع وبتقول لك موضوع شخصي؟ عمرنا ما شفنا هيما نسوان خواجيات بيقولوا من ساعه ما اشتغل في السواحه. انتوا هتنبروا فيها، هتنبروا فيها. ايه ده؟ راح فين يا سعاد؟ سيبه، تلاقيه رايح لاخته ان شاء الله تولع. ابوك يا دي هيما حاله مش عاجبني خالص اليومين دول. ليه بس يا ام؟ مال ابويا؟ بقاله حبه كده بيعمل حاجات تخليني متوغوشه، وكل مدى الوغوشه تزيد عندي اكتر. يا ام بطل القلق اللي ملوش لازمه ده بقى يا ام.
بقول لك بخش عليه الاوضه بلقاه بيخبي مني ورق وكراريس. ايوه تلاقيها حاجات الشغل ياما. يعني هو ابويا هيكتب مذكراته في السر مثلا؟ ولاش ضمني، ما يمكن بيكتب جوابات مسخره زي العيال المصغره. ده بنت عسل. طب انا راضي ذمتك، ابويا هيحب بعماره ايه؟ هو انت مستهون بابوك؟ يض اسد، ده الف مين تتمناه. ابوك ده مطمع. مطمع؟ قصدك مطلع. على العموم انا عجباني ثقتك فيه قوي ومش ناوي اهزها لك، بس يعني انا عايز اقول لك على معلومه مهمه قوي. ابويا لا يمكن يبص لاي واحده من الالف اللي بتقولي عليهم، لانه بيحبك انت يا قمر. انا عايزك تثق في جمالك شويه. انت بقى لو عملت كده قدام ابويا هيقطع كل الكراريس. ده اسف وانا عارف. غزال ماشي. الله يسهلك يا حاج محمود. مساء الخير. هو انا جايه في وقت غير مناسب؟ معلش حاولت اتصل كتير ما ردش. انا جايه اسال على ابراهيم زين الدين. مين ياما؟ هيما. ازيك؟ ايه ده سوليا؟ مش معقوله، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا هيما، وحشتني. ده الوصول ليك صعب قوي يا شيخه. ما تقوليش كده، ده انت بس تكلميني في التليفون في اي وقت وانا جيلك مكان ما انت موجوده. معقوله ياما؟ معقولة ياما سايباها واقفة على الباب كده؟ هي جوليا غريبة؟ أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي خش. دي خطوة عزيزة. معلش جاية يعني من غير سابق ميعاد، بس الموضوع ما كانش يستنى لحد بكرة. ميعاد إيه؟ ميعاد إيه يا شيخة؟ ده بيتك. هو إحنا هنلاقي أعز منك يعني يزورنا؟ وبعدين هو أنا لازم أرمي نفسي قدام عربية عشان أشوفك؟ من النهاردة لا هترمي نفسك ولا حاجة، حياتك كلها هتتغير، هتبقى زي الفل. بدون قطع حديثك يا موسى، قبل ما تغيري له حياته وتخلي حلو زي الفل، احب اعرف برضه الاول لمؤاخذة يعني انت مين؟ بتقول ايه يا واد يا عزة؟ هيما لا يمكن ابدا يعمل كده. اسمعي كلام امك وخليكي نايمة على ودانك يا عبيطة. انا كان قلبي حاسس اني مكشوف عني الحجاب النهاردة الصبح بدري. اتاري الواد بيتنطط ومش حاجبه حد اليومين دول، بقى يكسر قلبك عشان خاطر واحده خواجايه. لا راحت ولا جت، دي نسوان ملهاش طعم، ملحها قليل. لا 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 لا، دي يابا الواد معذور قوي، دي ملحها مظبوط ومظبوط قوي كمان. دي بنت ملهاش حل. يعني ايه يا عزت؟ هي قالت لك ان في حاجه بينها وبين هيما؟ لا، هي قالت لي ان عايزاك مساله شخصيه. انا مش عارفه يعني ايه مساله شخصيه. عارف يابا الواد ده لو كان نصب عليها او سرقها كان اتجاب معاها البوليس، انما هي جايه لوحدها. اكيد غلط معاها ومش عايز يصلح غلطه. يعني ايه يابا؟ يعني انت بيضحك عليك يا بنتي. الواد هيما عمال يحاسب فيكي ويقطم فيكي، هو داير على حل شعره مع النسوان الخواجات اللي ليهم لا ذمه ولا دين والعياذ بالله. مش كايس البت دي يكون عندها الايد وجايه تنقله الشباب الوراق؟ معقول يكون هيما بيعاملني وحش اليومين دول عشان خاطر واحده خواجيه؟ والله الايام دي الواحد ما يستبعدش اي حاجه يابا. الناس بقت وحشه قوي قوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الجوز. ما هو الجمل لما يقع تكتر سكاكينه يا ظلمه. يا حصل يسيب لك يجيب نسوان في البيت في وقت متاخر زي ده؟ يعني هي المشكله في الوقت، المشكله في الموزه دي عماله تقول له لوسيل ليك بقى صعب، الموضوع ما يستناش، لازم اجي اشوفك. لكن الواد متجوز من ورانا بجد. ليه لا؟ ما هو ما بقاش في حاجه تضمن اليومين دول. قالت له لوسيل ليك بقى صعب، وابنك ده بالذات ما يتضمنش ابدا. مش ابني بس اللي ما بقاش يتضمن. قصدك ايه يا استئنصار؟ قصدي ان ابو ابني كمان بقى حاله حال، بيخبي حاجات كتير عن مراته وورق كده بيخبيه، ويقعد هو والعيل الصغير يتودودوا في حاجات ابصر ما اعرفش ايه. وده هو استئنصار؟ بتضحك؟ اه يبقى في مصيبه.
هانت عليك العشرة يا محمود. انصافي عالي، احنا في ايه ولا في ايه؟ بعدين بحكي لك كل حاجة. وايه اللي بعده؟ ما تحكي دلوقتي. دلوقتي اللي انا عاوز اعرفه ازاي المزة الخواجاية تدخل بيتنا في وقت زينا وتقعد مع ابني كده لايح ولا دستور. طب خلاص خد بعضك كده زي الشاطر وادخل اقعد جوه واسأل. طبعا يا اختي لازم اخش واسأل، ولا فاهم ان انا هفضل قاعد كده طرطور ومليش دعوه بالمسخره اللي بتحصل في بيتي؟ يا ساتر يا رب، في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟ ما تقومي تفتحي. هي فين؟ هي فين يا طنط؟ ايه يا بنت يا منى، ايه الدخله دي؟ هي فين الخواجايه اللي ابنك ماشي معاها؟ شفتي مش قلتلك؟ انتوا ما تجننيش. لو انت مش ناقصه جنان. طب انا بقى هوريكم الجنان على اصله وافضحكم في الورق كلها. اهدي يا منى، اهدي يا بنتي، اعملي معروف بلاش فضايح. هم قاعدين سوا في الصالون بس احنا مراقبينهم، اول ما يخرجوا هنفهم ايه الحكايه. وكمان قاعدين سوا؟ طب وديني اللي اخش اجيبها من جدو شعره؟ والنبي تبقي وفرتي عليا. خشي خش. الله الله، وكمان بتشربوا سجاير؟ ومنع السجاير في البلد ولا ايه؟ فيها يا منى؟ فينك انكشفت يا نسوانج يا كذاب؟ الله، فيها بنت مالك؟ مين دي يا هيمة؟ وكمان انت اللي بتسالي يا الماما؟ بنت ما يصحش كده، عيب، انت مش عارفه دي مين؟ عارفاها، خطفت الرجاله اللي ملهاش مله. لا لا، انت مين انت؟ بتعملي كده ليه؟ هو انا لسه عملت حاجه يا اختي؟ ده انا هعمل وهعمل. يا بنت ما يصحش كده، ابعدي بقى. انت بتقولي هيمة عشان خاطر دي؟ طب وديني اللي اكون مورياها. يما يما توقفي تتفرجي. مساء الخير يا حاج. يا حبيبي منورانا غريب. يما ما تخشي تخشي. وليه دخلني في الشغل من غير صحتي الحلوه ومن خط البيت حطيتها على فين؟ لا لا، اللي بيحصل ده كتير قوي. جوليا كتر الف خيرك، انا مش عارف اشكرك ازاي. كفايه انك تعبتي نفسك وجيتي لغايه هنا، انا مش هعرف ارد لك الجميل ده ابدا. جميل ايه بس؟ مش لما نستنى نحل مشكلتك بكره الاول؟ تحب اشرح لخطيبتك ايه اللي حصل؟ لا لا، بتشغليش بالك بيها، هي بكره تفهم ايه اللي حصل ونتصالح. اصل احنا عندنا هنا في مصر الخناقات دي حاجه اساسيه في كل علاقه خطوبه، اول ما تختفي الخناقات بقى نبتدي نقلع على طول. يا رب ما يحصلش بينكم الا كل خير. شكلها بتحبك قوي. وانا كمان بحبها بس مش قوي. ايه الاعلان ده؟ ده اعلان عن رجل اعمال كبير جاي يزور الجزيره بكره بالليل، مش عارف ليه. عارف
انا لو ما كنتش جيت غير بس عشان الاعلان ده كان كفايه عليا قوي. يلا سيما. يلا خواجه دي يا هيمة. ومالك ياد خايف منها قوي ليه كده؟ بتقول انها مذيعه، الكلام ده صحيح؟ اه صحيح، مذيعه في الاي بي سي. يا نهار اسود. ومالك ياد خايف ليه لما سمعت اي بي سي كده؟ ما خلاص بطلوا يصوروا الناس وهم بيتطهروا. يا ريتها تيجي على كده، انا من عبطي اعترفت لها ان انا مدمن مخدرات. هو انت يا شوقي ما بتصدق تلاقي واحده واقفه قدامك تروح خارر بقصه حياتك كلها؟ انا عارف بقى، اهو ده اللي حصل. طب انا عايز افهم بقى ايه اللي جاب سيره المخدرات؟ شايفها ماشيه بتشد في برطمان كله؟ ما اعرفش، انا قلت الجماعه الخواجات دول فلاتيه وبيحبوا الهلس، ما اعرفش انها مذيعه. يا نهار اسود، اوعى يا دي يا شوقي تكون قلت لها على المخدرات اللي انت مخبيها في بيتكم. مش فاكر، اظن لا. لا ما فيهاش اظن دي، لازم تركز وتفتكر عشان ما تروحش في داهيه. هو انت مش متجوزها عرفي؟ انا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ على القهوه، وبيقولوا انك خلفت منها عيل ورميته. اه وهي جايه عشان تطالب بحقها. وهنطلع الصبح نحلل الدي ان ايه ان شاء الله. يعني الكلام مظبوط يا ابن المحظوظه يا هيمه. يا ابن حد يتخلق مع واحده زي دي يا راجل؟ بص انا ممكن اتجوزها واكتب ابنك باسمي. لا 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 لا، انا لا يمكن ارمي ضنايا ابدا. هو احنا كان بيننا خلاف بسيط على الاسم، هي كانت عايزه تسميه عادل وانا كنت مصر اسميه عبد الرحمن. طب وحليتوا الخلاف ده ولا لا؟ هنسميه مجدي خلاص. طب بالنسبه لي انا دلوقتي امان يا ابو مجدي ولا ايه؟ لا امان ازاي يعني؟ لا مش امان طبعا. انت عارف الجماعه الخواجات دول في الشغل ما يعرفوش ابوهم، دي لو مسكت عليا حاجه انا ابو مجدي شخصيا مش هتسيبني عشان تعمل خبطه تلفزيونيه. طب والحل ايه؟ اقول لك، انت تروح دلوقتي تخفي كل المخدرات اللي في البيت، اقول لك اشربها كلها. ايوه بس كده موت. مش احسن ما تتسجن؟ اه طبعا احسن، انا متشكر ليك قوي يا هيمه، بس انا ليا اعتاب عليك بعد ما فوق. مش عيب يا راجل تجيب عيل من غير ما هشكه. طب يلا ياد، انت يلا ياد روح هشك نفسك الاول، ربنا يهديك يا شوقي. يا ابن اللئيمة يا هيمة، ده انت حدودة. هو ده بقى اللي اتفقنا عليه يا ابراهيم؟ طب ما احنا لسه على اتفاقنا يا حاج، ايه اللي جد يعني؟ ازاي يا ابني؟ ما انت هترجع تضيع وقتك في موال المشروع ده. اولا يا حاج، لو حضرتك خلصت لي الموضوع بتاع التعيين ده انا من بكره هروح اتعين. هو ديك شايف انا خلصت ورقي كله وحضرته لك، لكن انا قاعد في حالي لا بيا ولا عليا، لقيت مزه جايه لي لغايه البيت وشايله لي البشاره، ورئيس الصندوق اللي رميت نفسي قدام عربيته عشان اقابله هو بنفسه اللي طالب يقابلني. يعني طاقه القدر واتفتحت لي يا حاج. طاقه قدر وكمان اتفتحت لك؟ هو انت تكره له الخير يا حاج؟ انت مش كنت عايز تعينه في الشركه لمصلحته؟ خلاص اهي مصلحته جت من سكه تانيه. لا وايه ياما، مصلحه احلى بكتير طبعا، وخيرها هيعوم مع الكل. عم عليك انت يا افندي، انا مش محتاج منك حاجة، فاهم؟ ربنا يخليك لينا ويبارك لنا في صحتك وعمرك. هيما ما قالتش حاجة وحش؟ الله العظيم ثلاثة ما قصدي حاجة يا حاج، انا كل اللي يهمني انك ما تبقاش شايل مني يعني. طب ده انت رضاك عندي بالدنيا وما فيها. طب خلاص خلاص، اعمل اللي انت شايفه صح، بس انا هعمل ايه لو ورق التعيين خلص وطلبوا مقابلتك في الشركة؟ ها؟ هروح فورا هروح. أنا ما أقدرش يا حاج أكسر لك كلمة، لأن الوظيفة هي المستقبل. خلاص بقى عشان خاطر يلا بوسوا بعض عشان أعرف أنا. جريك إيه يا إنصاف؟ إيه بوسوا؟ هو هنعمل عيال؟ روح نام يا ابني عشان تصحى الصبح تشوف إيه اللي وراك. هو ده خاطري عندك؟ ربنا يكرمك. تعال يا ابني. صوتي يا ريت البوسه تبقى بنفسي يا حاج. هنرجع للطافه تاني. لطافه ايه؟ ده انا اللي عايز ابوسك بنفسي يا اخي. اخي قصدي يا ابي يعني. افتكرتك نسيتي تقفل الكمبيوتر، قلت اجي اطمن عليكي. لا
وانا دايما بسمع صوتك. بصراحه يا حبيبتي انت وحشتيني قوي قوي، وكنت بتلكك عشان اجي اتكلم معاكي. تعالى يا بابا. ولو انك عارفه ان ده مش مظبوط، لكن لنفرض انا مش من حقي اطمن على بنتي الوحيده اللي في الدنيا. بتفكر في بكره ازاي؟ اوعى تقولي لي انك مش ناوي تتجوزي ولا تخلفي ولا يبقى عندك اسره خالص. يا سلام عليك يا بابا، والزوم الكلام ده دلوقتي؟ علشان لاول مره شايفك هاديه ومش متحفزه. هاديه كده ممكن تفكري في حياتك بهدوء وراحه. تستاهلي اللي جرالك، هادي اخر صبرك عليه. سمعت كلامي؟ شفت بنفسك؟ بأي ما يعمل كده مش قادره اصدق. حسك عينك تدافع عنه كلمه، كفايه بقى لغايه كده. الواد ده ما يسكتش عليه ابدا. يلا ايه الدبله اللي في ايدك؟ ليه بس كده يا جنيدي؟ ولا كلمه. انا بنتي كرامتها ما تتهنش ابدا، اللي ما يشيلهاش فوق راسه ما يلزمناش. يلا ايه الدبله يا بنتي؟ انا عارف صحتك كويس. خد الدبله عزت وروح اديها له وقول له خلاص الخطوبة اللي بينا ما تلزمناش. اخذ الشيطان يا جنيدي بقى. خد الطفل، ومش عايزة اي حد فيكم يكلم. سيبوني في حالي، اللي هيكلمني منكم خصوصا انتوا الاثنين، كلمة واحدة هعمل لكم سيما ولا لكم في نفسي بجاز. عشان الشحات ده عايزة تولعي في نفسك، ده حتى الجاز خسارة فيه. ليه كده بس يا عزت؟ امر الله. هنعترض على امر الله؟ وبعدين كل شيء اسمه ونصيب. زي ما دخلنا بالمعروف نخلع بالمعروف. الله الله، ده انتوا على كده بايعين بقى على الاخر. بالعكس، احنا كنا شاريين وشاريين قوي كمان، بس ابنك هو اللي ابتدى بالغلط ومد ايديه على المحروس اختي. الغلط ان امك رسميه ما علمتش بنتها تعامل خطيبها ازاي. بقولك يا طنط، يا تاخد الدبله دي يا تنده على ايه ما يجي ياخدها بنفسه، يا إما أنا ممكن أبيعها لكم وأجيب لك تمنها. لا يا أخويا، نبيعها إحنا بمعرفتنا، بس بكرة يبقى لنا كلام تاني. لا بكرة ولا بعده، الكلام خلص خلاص من غير سلام. قادر ربنا يخلصكم بكرة ويخلص كلامكم خالص. كان نفسي انت اللي تفسخها بدل العالم الوطشة دي ما يسبقوا هم بالفسخ. عارف يا بابا كان ايه دايما المكان اللي بتقف ده بأي علاقة بيني من اي حد؟ عارف اكيد. انا طبعا اي حد يقرب منك مش عشان كده، عشان انت بنت فلان اللي عنده كذا وكذا، مش كده؟ مش بس كده يا بابا، او مش هي دي المشكله اللي حصلت. الحقيقه ان انا كنت بحب فيك وبشد الاعجاب فيك، بقيت بدور في كل شاب على ناموسه، مش هقول زيك لان مفيش حد زيك، بس على الاقل يكون قريب مني. يا سلام، يعني دلوقتي متهم في الحالتين، انا اعمل ايه بس؟ انا بابا كان نفسي اقابل شاب في حاجه شغلاني، في حلم مثلا شغلاني على مستقبلك على الاخر. يا ريتني ما سالت، كان عندي امل وضاع. عارف يا ماما الحكايات اللي كنت بتحكيها لي عن ايام معاناه وفلاحه
فخور بيكي ورافع راسي انك بنتي. انما انت كل يوم بتزودي الاحساس ده جوايا اكتر واكتر. ربنا يخليك لي يا بابا يا حبيبي، واتعلم منك دايما. الحمد لله ما فتحناش الموضوع ده قدام مامتك، وقال لي لو كانت سمعت الكلام ده كانت مسكت في خنائي واتهمتني ان انا السبب في فشل كل المشروعات اللي بتفكر فيها عشانك. يلا مش هتقومي تنامي؟ طب بابا انا كنت عاوزه اطلب من حضرتك طلب. اموري يا حبيبتي. كنت عاوزه ان في اي وقت حضرتك تحدده يعني نروح انا وانت وماما جزيره الوراق. فين؟ الوراق. تاني يا ريم؟ يا بابا ما انا اصلي كنت عايزه اشكر الشاب اللي اسمه هيما ده اللي انقذ حياتي. يا سلام، يعني كلنا نروح نشكره؟ نبعت له كارت شكر او بوكي ورد او حتى كاتو صغير. خلاص يا بابا، لو حضرتك شايف ان هو ده الاصول وده اللي المفروض بجد نعمله انا مش هكرر طلبي تاني. انت بتلعبي معايا لعبه الذكاء وناسيه انك المفروض ورث الذكاء ده مني. انا هوافق على طلبك لو عرفتي تقنعي مامتك بيه. فير انف. الو الو الو، وبعدين بقى في التليفونات اللي بقت قرفانه اليومين دول. دي حكايه جديده خالص ما حصلتش قبل كده. ما هو ده اللي قلقني. اشمعنى؟ وايه اللي اشمعنى؟ اكيد حد بيعاكس بنت ملهاش تفسير تاني. طب واحنا هنعمل ايه؟ بلاوي بتتحدف علينا. المهم انها تكون بتتحدف علينا مش بلاوي تانيه. قصدك ايه؟ ما قصديش بقى ان بعض الظن اثم. المهم تخلي بالك من التليفونات اللي بتجيلها. بنتك ما تخافش عليها، متربيه كويس، عمرها ما هتعمل حاجه من ورانا. شوف الوليه، وانا قلت حاجه؟ كل اللي قلته خدي بالك منها وخلاص. ربنا يحميها ويحفظها ويبعد عنها ولاد الحرام. الراجل ده يا خال متهيألي شفته قبل كده. ده زكي باشا عرابي، كان وزير جد الدنيا. كان بقى يا ما كان، بس لسه واصل وشغال في البيزنس، ويمكن دلوق معاه فلوس اكتر من ايام الوزارة. وطالع عند مين الواصل ده؟ مش هتصدق، طالع لمدام بريهان الرقاصة. الله يكشفك يا خال. ده متجوزها في السر. في السر؟ طب وانت عرفت ازاي يا خال؟ بصراحه يا بيبي انا مش عارفه ازاي اختك وجوزها ساكتين ولا بنتهم دي. هما مش ساكتين ولا حاجه، هي اللي دماغها ناشفه قوي. مش كفايه الفلوس اللي عماله تبعترها يمين وشمال باسم الاعمال الخيريه والتبرعات واللي مش عارف ايه؟ يا ستي من حكم في ماله فما ظلم. وهو ده مالها يا بيبي؟ هو ده مش مال اختك يعني؟ مالك برضه. ايوه بس انا ما اقدرش اقول لهم الكلام ده. انا سبق ونبهت ابوها ان اللي تسحبه ريم من ارصده المجموعه تو ماتش. لقيته ما علقش وما خدش اي اجراء. خلاص يبقى هو موافق على اللي بنته بتعمله. بصراحه بقى انا مش عايز اتجاوز حدودي معاه، لانه في النهايه كتر خيره انه وافق يشغلني معاه بعد خروجي من الوزاره. عاوز ايه سعز؟ مفيش، انا عايز نعمل قعده كده عشان نهدي الحريقه اللي ولعت بين ابنك وبين اخته منى. طيب هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ انا اصلي بصراحه شفت الفيلم ده كتير ومش حابب اكمله. يلا تصبح على خير. يا حلاوتك يا اخويا، انت هتنام من غير ما تقول لي ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكرني نسيت ولا ايه؟ تسيبيني شويه انصاف. الله، عاوز انام. والواحد ما يعرفش ينام في البيت ده شويه. انت اديتني كلمه هتقولي، وانت عمرك ما رجعت في كلمتك معايا. قول بقى. يا ساتر عليك يا انصاف، تموتي في اللك. لوك 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 لوك. حاضر. واليوم يا ستي. نعم. عاوز تعرفي ايه بقى؟ انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ مالك كده اليومين دول ما انتش على بعضك؟ حالك متغير وبقيت جواني، صح ولا انا بتكلم؟ ايوه اضحكي بقى. محمود انت هتتجوز عليا؟
نهار اسود. يا حبيبي اوعى كنت هتتجوز عليا محمود. وانا عارفه انا عارفه اليومين دول موضه بقى، بيجيبوا بنات صغيرين من البلاد من فلاحين وبيتجوزوهم. بص احنا قاعدين دلوقتي مع بعض، لو في نيتك حاجه يا اخويا قولي، بس ما تفاجئنيش، ده انا دي اموت فيها يا محمود. بعشر عليك يا انصاف، الف الف بعشر عليك. ايه اللي بتقولي ده يا انصاف؟ وانا الاقي ضفرك في الدنيا دي كلها يا جمال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت مفيش حد في حياتك غيري يا محمود؟ الله يخرب عليك، انا مش فاهم انت جبت الكلام ده منين؟ سمعت ميرفت امين بتقول لحسين فهمي في فيلم الحب والكبرياء. لا اطمني يا ميرفت، اطمني يا انصاف، انا مفيش واحده كبسه على نفسي في الدنيا دي كلها غيرك انت. امال مالك؟ مالك كده حالك مش هقلب، وكل ما ادخل عليك وتبقى في ايدك الكراسه دي تقوم دافسها كده مش عايزني اشوف، مالك؟ اقول لك بس تحلفي انك ما تزعليش مني؟ يا اخويا من غير حلفان، ادام ما فيش نسوان خلاص براحتك، حتى عايز تقول ما تقولش براحتك على راحه راحتك، قول بقى. هيما احنا متأسفين جدا، احنا عملنا دراسة لمشروعك واكتشفنا انه مشروع مهم جدا واهم بكتير من المزارع السمكية، لانه مشروع غير تقليدي. احنا متأسفين لان فكرنا بشكل تقليدي وما فهمناش دماغك المتطورة. تصريح حق. فندم العفو يا فندم، ما تقولش كده، انا اعذركم، كان الله في العون. انتوا هتفكروا في ايه ولا في ايه؟ احنا يا هيما محتاجين لافكار الشباب المتطور اللي زيك عشان تنقلوا البلد دي نقله تانية خالص. لعلم حضرتك بقى، لما المشروع ده ينجح هتعرف قد ايه بحيره قارون دي منطقه مهمه ومهمله في السياحه الداخليه. احنا للاسف مركزين على الاهرامات واثار الاقصر وشرم الشيخ، طبعا دي كلها مناطق عظيمة، بس السائح يا فندم بيحب التجديد. طب ايه أهمية المنطقة دي بالذات يا إبراهيم؟ لعلم حضرتك بقى، بحيرة قارون ليها أهمية أسطورية وتاريخية مذكورة في كل الكتب المقدسة. صحيح يا فندم في حواليها أساطير كتير وحواديت كتير، بس ليه ما نستغلش كل الحواديت والأساطير دي لمصلحتنا، زي ما غيرنا بيستغل خرافات ملهاش أساس من الواقع لمصلحته. الله الله، فكرة عظيمة والله. تعال تعال يا ابن مبوسة وسلمك عقد تنين كده. وكمان تمليك يا فندم؟ ده عقد مشاركة عشان حق الدولة، لو ان الدولة يا ابني منكم وليكم، احنا خدامينكم يا ابني وعلينا ليكم يا شباب مصر. احنا ند الدولة علينا يا فندم، والله انا حاسس اني زي ما اكون بحلم. انت صاحي يا هيما؟ هيما كمان بتقول لي يا هيما؟ لا ده انا بحلم بجد بقى. انت فاتح هناك يالا يالا وماله، بس المهم اخد العقد. انت بتكلم نفسك يالا ولا يا هيما؟ ولا يا هيما.